وكده في الامتحان او في اي حاجه هعمل كلمه بوكي كده. والله كده بتفاعل بيها الصراحه. انت ده ما انا حتى انا قررت ان انا اعملها برضه. التحكم في الكتابه الخوف. مثلا انا عندي الاسلاك الكهربيه ما بقربش منها او بخاف منها، الخوف ده انفعال
بخاف منها ليه؟ لأني عارف إن هي غلط أو فاهم إن دي غلط. حيوان مفترس قدامك بتخاف منه، ده الخوف ده انفعال. طب ليه خفت منه؟ لأن أنا فاهم وعارف إن الحيوان إن ده ممكن يعوضني. دي العوامل المؤثرة في النمو الانفعالي. أنا الحاجات دي بعدي عليها سريع ليه؟ لأن عايزة الأهم في الآخر بصراحة. الثلاث جوانب الأساسية للانفعال: استجابة فسيولوجية، خبرة شعورية، صورة نظرية. يعني استجابة فسيولوجية اللي هي التغيرات اللي احنا حكينا عنها، ان الواحد لما بينفعل تحصل له تغيرات فسيولوجية. طب يعني ايه خبرة؟ ان انت بيكون عندك خبرة من موقف الانفعالي ده. زي ما قلت لكم ما ينفعش حد مثلا في فرح وتقول له على حاجة تزعله، ما ينفعش النتيجة تتهالى عليها بالفرح وهي تزعل. عندك خبرة ان الموقف ده مفرح يبقى الانفعالي فرح ولا هيزعل عنه. السلوك الظاهر او السيارة التعبيرية اللي هو التصرف اللي انا بعمله. كسرت حاجة، ضربت حد جنبي مثلا، رحت قعدت لوحدي، عيطت، صرخت، ده كله يعتبر استجابة أو سلوك ظاهري. في فيديو هنشوفه مع بعض أثر الانفعالات. الانفعال بيعمل إيه على الجسم؟ وأثر الانفعال عامل إيه على الجسم؟ Thank you.
هتعمل لا مش رحناه انا سمعت شويه عشان كده بتأثر في العلاقة ما بيننا وبتأثر في السلوك معانا ومع الآخرين.
لأنه كل حاجة بياخدها بأعصاب. فعشان كده لازم الشخص يبقى اجتماعي أكتر، لازم يفهم طبيعة الشخص اللي قدامه، لازم يبتدى كله هناخد برضه في الآخر وهو في النصائح اللي بيحكم في الامتحان. لازم يعرف الشخص اللي قدامه ده قصده إيه، يبقى في نية سليمة لو حصل موقف معين من الشخص ده، ما ياخدهاش على طول إن هي نية سلبية. تعرف على الانفعالات دي فيها حاجة حلوة؟ تعرف على الانفعالات في جدول بسيط خالص. لو انت مثلا هتيجي بعد ما يعدي يومك من اول الصبح لحد الليل، هتيجي في اخر اليوم هتعمل جدول صغير. انا جدول ده هعمله بس مش هنبدا بالامثله دي، هبدا بالامثله بتاعتكم انتوا. يوم ايه فاكره؟ كان يوم 16.